السلام عليكم، اهلا وسهلا بكم في برنامج تحدي المعلومات، اقوى برنامج معلومات في العالم. هذا هو الموسم الرابع الذي افخر به بفريق العمل اللي بيعمل معي عبد الله وكل من هو خلف الكاميرا. هذه الحلقه الثالثه وعنوانها ثقيل جدا. عطني اياه. عالم الاختراعات. لا يمكن انه برنامج تحدي المعلومات لا يلقي الضوء على موضوع مهم كما هذا، ولذلك جاء برنامج تحدي المعلومات. نبي نعرف البشرية شنو قدمت لنا من اختراعات. لما نقول اختراعات يعني احنا نقصد شيء من صنع الانسان. شنو سوت البشرية للبشر نفسهم؟ هذا الانسان اللي اخترع كيف شكله، كيف جسمه، كيف اخترع الاشي، شو خطر على باله، هل فاق زمانه، شنو الصعوبات اللي واجهها، وشنو الخسائر اللي خسرها عشان يطلع لك بهالاختراع اللي يسهل حياتك. طب في كمية اختراعات لو تعلموا يا اخوان طمست ولم تصل لنا بسبب الظلم اللي عاشوا هؤلاء المخترعون. وكما العادة احنا اكرم برنامج في العالم، راح نقدم لكم $1000. وطبعا مثل ما انتم عارفين مصر في كذبة في تحدي المعلومات. كل اللي عليك تسوي مثلا اليوم حلقتنا عن عالم الاختراعات، فكل اللي عليك تسوي المعلومات اللي احنا بنقولها، اي معلومة احنا ما قلناها عن اختراعات اكتبها لي في بوست الانستغرام، عدوا على الكيو كيو كيو. حتى لو ما تبي تشارك ادخل على الكومنتات واستمتع بالمعلومات اللي ما قالت لا مني ولا وكأنك بتتابع حلقة. وبعدين عبد الله بيعمل سحب واحد بيفوز $1000 توصلك وين ما كنت، فوق يقين وتحت السماء. في برامج قدم جواز للمتابعين في كل حلقة $1000. يعفو للموسم الرابع ولحد الان في كل حلقة ما زلنا بنقدم. لا لحظة، احنا ترى مو برنامج مسابقات، احنا برنامج تثقيفي قاعد يعطي الناس معلومات ويرفههم. تثقيفي كوميدي جوائز مسابقات. تعبت كثير تعبت. أما اللي فاز الحلقة الماضية فهو رسميا هذا المحظوظ. ألف مبروك عليك $1000. بصراحة يا أخوان سافرنا على أوروبا، اللي شفناه من الجمهور العربي في أوروبا طغى طغى الجمهور العربي. أول ما يلتقوا فينا تحدي المعلومات حسين إنه هذا برنامج إلهم. بالضبط والله. إلهم. وين يعني الثمان سنين اللي أنا سويتها في السناب؟ تحدي المعلومات، تحدي المعلومات. لازم نؤمن. نعم. إن البرنامج ما صار لنا anymore. بصراحة. صار لازم نكمل. حملنا مسؤولية كبيرة والله. التوقف بات ممنوع، الجمهور يحب هذا البرنامج وهذا يحملنا مسؤولية كبيرة جدا جدا جدا. ورب الكعبة لعيونكم، لا توقف إلا للموت. لايك للحلقة أقل من 300,000 لايك قيل لي إنه ممنوع شرعا. ممنوع طبعا. شرعا؟ لا عرفا. صح. هدفنا نوصل 4 مليون مشترك قبل نهاية السنة. تبي شنو المصيبة؟ إنه زر أحمر ببلاش مجانا. أيوه. برنامج مدته ساعة كاملة، الحلقة ساعة كاملة من المتعة. زر. لا بس الحقوا بجرس. لا مشكلة هيك بعد ما عندي أكاونت. سوي أكاونت بعيون البرنامج. سوي أكاونت. ألا يستحق برنامج كما هذا؟ رجاء تفاعلكم على تويتر، هاشتاج تحدي المعلومات. ليش احنا نتجه لتويتر؟ عشان نشوف ردود أفعالكم. صعب إن احنا نحصلها في الانستغرام والسناب، لكن تويتر الوعد. هاشتاج تحدي المعلومات، بعد اي حلقه اكتب تحدي المعلومات في هاشتاج وعطنا رايك في الحلقه، ميم، صور، نكت، اللي تبي. واحنا اجمل المشاركات دائما وين بنحطها؟ في نهايه كل حلقه. على فكره يا اخوان والله جئتكم بخمس معلومات عبد الله لا يعلم عنها اي شيء على الاطلاق، والعكس صحيح، هو ما يعرف عن معلوماتي اللي مليئه بالاختراعات الغريبه. بس يبقى في حاجه واحده، راح اكسر راس عبد الله اليوم بالمعلومات الجباره. هجر ورقه مقص، اللي بيفوز بيبدا المعلومه الاولى. جاهز؟ مقص مقص مقص. خلت مخك وقلت حجرة ورقة مقص. أسمع المكسور، هاك اضرب اضرب. طيب عبد الله اسمع المعلومة الأولى عن عالم الحيوانات. ايش دخل الحلقة الأولى في الموسم. ايش دخل؟ احنا مش هذه حلقة الحيوانات الثانية ولا ايش؟ ايش فيه؟ في حيوان اخترع شيء؟ عن جد ايش الموضوع؟ الموضوع فيه فار. تجارب يعني اختراعات. ها قول لي بسرعة عبد الله. ايش دخل؟ لا يا عبد الله راح أعطيك الآن عن اختراعات جبارة مستوحاة من الطيور. حبيت. وبالتالي هذا عنوان بحدد. ايش غريب وعجيب، اختراعات من الطيور. نعم مستوحى من ثمنيل 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 ينكتب برا في تويتر يبقى 10 مليون. قول. شوف يا عبد الله، عقولنا البشريه ابدعت وقدمت ابداع ساحق محق لا يمكن ان ننكر ذلك، صح ولا لا؟ طب ودليل ذلك برنامجنا هذا اللي هو من بنات افكارنا انا وياك. والله دليل ذلك الايفون برنامجنا. لا مثال لازم اضرب حل يعني بنفسي. يعني اسمح لي يعني. بس مع ذلك لو شو ما وصلنا من الابداع لازم دائما نرجع ونتدبر في خلق الله عز وجل، لانه فيه حكمه كبيره وفي اشياء احنا لحد الان مش قادرين نفهمها. ولذلك ليش الانسان بيرجع للتدبر في خلق الله عز وجل حتى يستمر في الابداع ويطور نفسه؟ الان راح اعطيك قطرات من بحر من الامثله من اختراعات جاءت بسبب الحيوانات. ايش دخل؟ حلقة اليوم عن الاختراعات، فاكيد راح ابدا بكوكب اليابان العظيم اللي هي اليابان اللي هي سيدة الاختراعات. اليابانيين يا عبد الله اخترعوا قبل فترة قطار اسمه شين كانسن، واحد من اسرع قطارات العالم، لا اقول الاسرع، من اسرع القطارات، وتصل سرعته الى 300 كيلومتر في الساعة. جميل؟ جميل. ولكن هذا القطار يا عبد الله لما يطلع من النفق فجأة هيك بيطلع صوت مخيف جدا بينافس في قوته صوت حوت العنبر اللي تكلمنا عنه في حلقة الحيوانتين في تتذكر، اللي يصم الاذن ويفجر طبلة الاذن. ايه اوكي 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 قاعد اربط الحين قاعد. ايوه حوت طيور ابي اعرف ايش سوى. ايوه هذا طلع فجأة من النفق. تخيل طلع من النفق، تعرف شو مسوي؟ صوت صوت صوت
سوي صوت مخيف جدا بكسر نوافذ المنازل القريبة، بتكسر من كثر ما هو مخيف وعنيف جدا، فهذه مشكلة. ومش بس هيك، اكتشفوا كمان انه بسبب مقاومة الهواء اللي بيصطدم فيه بتخف السرعة تبعته. اه يعني تخف السرعة ويكسر قزازه. طب شو ترى في مشاكل؟ طب استنى، في مشكلة. طب في مشكلة في الشينكانسن، هذه بنحلها. بدنا نحلها، بارك الله فيك ونفع الله بك هذه الأمة يا عبد الله. دوروا على حل لهي المشكلة فوجدوا الحل في حيوان، طائر اسمه الرفراف. هذا طائر الرفراف يا عبد الله الآن قاعدين بيشوفوا معنا المتابعين، شكله طائر غريب وعجيب، عنده ميزة مش موجودة عند أي حيوان غيره. سبحان الله. هذا يا عبد الله الطائر بينزل على الماء وبيصيد السمك. ايوه. ولكن لما ينزل، ركز، شنو عرفته؟ لما ينزل بياخذ السمكة، لا يحدث أي ضجة ولا جلبة، الماء يبقى كما هو مسطح من دون ولا شيء. سبحان الله، ولا كأنه لمس المي، بياخذ سمكته وبيطلع. درسوا العلماء هذه الحالة فوجدوا السر في منقاره الطويل. سبحان الله، مخلوق بإبداع رهيب جدا، خلق الله. نعم، بياخد الشيء من دون ما يخرب. ومن هون قال لك نركب الفكرة على القطار، مش المنقار. فبنوا، مش منقار، اكيد ما حطوا عليه منقار. أه طبعا. لا لا، بس غيروا الشكل، الهندسة. سلم علي، بارك الله فيك. فغيروا شكل مقدمة القطار، صارت المقدمة اطول ومنحني بشكل يشبه المنقار. اه كذي، على اساس اذا ضرب يكون اوكي 100%. طبقوها. مشكلة الصوت انحلت رسميا، مشكلة القزاز ما انكسر على الاطلاق، وخذ عندك ادهى من ذلك وامر، زادت سرعة القطار 10% واستهلاك الطاقة خف 15%. بسبب انهم قلدوا شيء في خلق الله، من خلق الله عز وجل. ويجيك الملحد يقول لك الخلق صدفة. عطني حلقة شريعة، عطني حلقة اديان. تكفى، مش معنا في الموسم الرابع؟ لازم والله. عطني مثال ثاني استمتعت. أيوة. إذا كان المثال الأول عن طائر الرفراف، فالآن راح أعطيك مثال عن أكثر الطيور الجارحة قوة. نسر. النسر العملاق الذي أعشقه بالنسبة لي، من أجمل الطيور وأقواها. شعارات أغلب الدول نسر. طبعا أحسنت، منها أمريكا ومنها كثير من دولنا العربية كذلك. النسر، هذا النسر يا عبد الله اعطانا اختراع جبار جدا للانسان. انت شفته وانا شفته والمتابعين كلهم شافوه، لكن لحد ما انتبهوا له. العظيم انك حمست، ما انتبهوا له. يا ما انتبهتوا له. لحظه شوي، اذا ذاك قطار، خلينا نجرب. طياره. ورب الكعبه. طياره. صح. طياره. ورب الكعبه. صح. طياره. ورب الكعبه. صح. طياره. جبتها. صح. صح والله. صح والله. في متابعين اذكياء مثلي، ولا انا بس اللي قاعد اتوقع؟ صح، من دون ما احكي له والله. طب اسمع بس لحظه. صح. الطيارة. طيارة. بس ايش بس ايش في الطيارة؟ لاحظت يا عبد الله انه اجنحة الطائرات دائما معقوفة الى الاعلى، معقوفة اي مطعوجة. هاي نهايتها. صح. صح صح، هاي نهايتها. زين. صح. ايه. طبعا انت لانك انسان بتحب الدرهم والدينار وبتحب متاع الحياة والريال والدولار، فبتفكر انه الموضوع بزنس بحت، من منطلق انه يحطوا لك اللوجو تبع شعار الطيران. بتكون انت قاعد على الشباك تطلع، اوه والله شركة الطيران القطرية. بس يعني معقولة الحنية هذه بتحل مشكلة في البشرية؟ يا لذلك جاءكم محمد عدنان وبرنامج تحدي معلومات. اسمع واستمتع. لاحظوا العلماء يا عبد الله انه النسر في نهاية اجنحته هناك ريش يابس معقوف، اي يعني مطعوج بهذا الشكل. أوكي. فدرس العلماء النسر وطيور اخرى عندها نفس الحاجه، فاكتشفوا ان هذا عند الطيور بخفف الادراج او السحب الى الخلف. قال لك ليش ما نطبقها على الطائرات؟ لانه اذا نفذنا نفس الفكره هذا بيزيد توفير الوقود عندنا. يعني الموضوع فيه مصاري يا شوف النهايه، في توفير فلوس. طبعا. اكتشفوا كمان انه هذه الحركه عند النسر وعند باقي الطيور تجعله اكثر ثباتا امام المطبات الهوائيه. تفكر مطبات هوائيه بس للطائرات؟ حتى الحيوانات عندها مطبات هوائيه. صح. ولكن هذه الحركه الجباره ثابت. تخيل ورب الكعبة، أنا وصالح، اسأل صالح، إحنا مروحين من تركيا أكلنا مطبات هوائية رعب الفضاء المتنزل، ما ارتحت إلا لما شفت إنه المضيفة بتضحك. قلت أوف الحمد لله، إذا المضيفة متعودة. هي ريحتني ورب الكعبة. فأنا بقول في عقلي إذا بهذه المطبات الهوائية، كلكم طبعا اللي ركبوا الطيارات بيعرفوا شنو المطبات الهوائية، مرعبة، مخيفة. مخيفة. أوكي، مخيفة. صحيح. فتخيل من دون العركة الجبارة. بقول هذيك الرحلة. أنا بقول لك شو راح يصير من دون هذه. بتعرف يا عبد الله إنه لو هذه الحركة مش موجودة في الطائرات، واقتربت طائرة عملاقة من طائرة صغيرة، الطائرة الصغيرة ممكن تقلب. هذا بذكرني يا عبد الله بما ورد في محكم التنزيل من بعد بسم الله الرحمن الرحيم، قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. لا تعلم الحكمة وين لو شو ما فكرنا. الله عز وجل سبقنا بكثير. يا الله يا محمد، وايد رفعت رتم التحدي، رفعته فوق والله. تعطينيش تقييم عالي يا عبد الله. لا لا، انت وين وين بحرت في المعلومات؟ وين وين رحت؟ وين رحت؟ اختراع من الطيور، شلون؟ صح. شلون؟ هون قوة البرنامج. شلون؟ متعب 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 جدا، ولكن البرنامج صار يتطلب مني بصراحة اني اجيب اشياء مش عادية. تسعة. شكرا. الدورة على الفاصلة؟ تكفيني بصراحة. محمد، لما نقول علماء ومخترعين جمع، صح؟ طبعا. معناته اكيد احنا بعد نقصد العالمات والمخترعات. يا سلام عليك. بس ليش يعني؟ اشمعنى ابي ازيد الفولورز الحريم عندنا؟ تكفى تكفى. 99% رجال. ليش 90% رجال؟ والله. لا والله، للنساء ما شاء الله فضل كبير
في تطور العلوم. هم اصلا اشطر من الرجال بتعرف؟ انا ما ادري صراحه محمد، ما احسهم اشطر من الرجال للامانه يعني. في اشياء واشياء حتى في مجال الطبخ اشهر الشفات في العالم رجال. محمد دور النساء في العلوم موضوع لا يناقش. اختي مدرس طبعا، مدرسة علوم. رب الكعبة ان المدرسين اللي في بيتنا اكثر من المدرسين اللي في بيتكم، وهذا تحدي. لا غير صحيح. ابوي مدرس، والدي مدرس، امي مدرسة، اخواني الاثنين مدرسين، لا واحد منهم استغفر الله، خواتي الثلاثة مدرسات. خلاص وصف رب الكعبة، انا ابوي واختي بس. لكن يا محمد في الغرب قديما كان في حساسية في الموضوع هذا، مو بعاجبهم الموضوع ان النساء قاعدين يتجبرون ويصيرون عالمات ومخترعات، وكان في انحياز للرجل لدرجة ان بعض اختراعات النساء يتم سلبها وسرقتها ونسبتها للرجال. للرجال مسكينة، احزنت عليهم والله، مسكينات لا حول لهن ولا قوة. خلينا نتفق اول شيء ان اكتشاف بنية الحمض النووي الدي ان ايه، الدي ان ايه نعم، هو احد اعظم الاكتشافات في التاريخ. وهذا الكلام كله في حلقة الطب، واللي ما شاف حلقة الطب ياه. بعض الناس على بالهم ان اكتشاف الدي ان ايه يرجع لشخصين، رجلين، كريك وواتسون، لكن الحقيقة ان طويلة العمر روزاليندا فرانكلين هي المكتشفة الحقيقية لبنية الحمض النووي الدي ان ايه. مهضومة الحق المسكينة، بعد ان المسيكينة عرضتها في جلسة غير رسمية، سوالف قاعدة ميلس قاعدين يسولفون، ايوه، وعرضت دراساتها وابحاثها في هذا اليوم. من اللي كان قاعد على جنب؟ مين؟ واتسون يسمع ويسرق. كلب عبيده. راحت البنت ومن حقها انها تنشر ابحاثها بشكل رسمي، لتتفاجأ وكانت الصاعقة ان في حد سبقها في النشر، كريك وواتسون اللي كان يسمعها، وقامت بعدها بتقديم اثباتات ووثائق ان هي اللي اكتشفت الدي ان ايه قبلهم السراقين الحرامية. ولكن للأسف الكل تجاهلها ولا حد عطاها وجه، لان المجتمع العلمي في ذاك الوقت مو بقادر يتقبل ان اختراع جبار عالمي قوي في يد البشرية ينسب لبنت. ولكن برنامج تحدي المعلومات أتى يعطي كل ذي حق حقه، حتى النساء، وينصفهن. إن شاء الله يزيد نسبتهم في المشاهدات. نسبتهن نسبتهن. هاي قصة الدي ان ايه. تعال أوديك عند قصة ثانية في سنة 1902، قبل 28 سنة من انطلاق أول نسخة لكأس العالم. هالمرة بنت اسمها ماري أندرسون، كثير مسيحية. كانت رايحة زيارة لمدينة نيويورك، اللي إن شاء الله راح أروح أجيب بما أن فيزتي طلعت، فراح نسافر ونسحب على تحدي المعلومات. قال شنو؟ قال عالم الاختراعات. نبي نروح نيويورك، تكفى خنفل أمها هناك، والله عالم المدن. بين الموسم الرابع والخامس بنخلص عرض هذا الرابع، بنروح نودي عادل شوف إذا يانا دايموند في الأربع حلقات اللي بعد لك سفرة إيكونومي. كفيك الكرسي ولا؟ وهي في نيويورك كانت تتمشى في المدينة بالتراموي. عرفت التراموي القطار هذا اللي يجي في الشارع؟ طبعا نعرفه. وكانت الثلوج تنزل بكثافة، جو رومانسي، برد، جو رومانسي. فلاحظت ماري ان السايق كل شوي يوقف وينزل ويمش القزازة الأمامية مالت السيارة، يمسح يعني يمسح عليها. عقب يسوق، عقب يوقف ينزل يمسح عليها. اتوقع انك عرفت شنو الاختراع اللي طلعت فيه. المساحات. فجاءت الفكرة اللي اليوم احنا نعتبرها من المسلمات، شيء ما نقدر نعيش بدونه في السيارة. ولا يمكن والله، والله انه مهم مارك. والله يشهد الله. سخيف صح؟ لا والله ما سخيف صح؟ لا والله ما هو سخيف. لا, يعني لا والله كم يعني انقذ ارواح. انت سخيفة اقصد، انت معاي في البرنامج ولا ضدي؟ اه ديماكيتو قصدك، ديماكيتو طبعا. يعني سخيف. بس كم انقذ ارواح؟ كم انقذ ارواح؟ كثير. حصلت ماري على براءة اختراع لهذه الفكرة، روعة. بس للأسف انت لازم تحط في بالك ان اي اختراع لازم دعم المصانع. نعم. للأسف ماري ما لقت مصنع يدعمها في هذا الاختراع. حزنت عليها والله. إلين انتهت مدة براءة الاختراع. إلى مدة طلع قهر. فجاء بعدها روبرت كيرنز بالمساحات الكهربائية الخاصة فيه ونزلها السوق. ادعمته كل المصانع ولا قصروا معه. سبونسرز سبونسرز سبونسرز. ونسب إليه الفضل في هذا الاختراع وانظلمت المسيحية. مش دخل المسيحية كل ماري. طب يا أبو ربي كان قصك روعة، هات لك كمان قصة طيب. بعدها بسنة بس حلو 1903. نعم. امرأة اسمها إليزابيث ماجي. ماجي مو بالشوربة، ما اخترعت شوربة والموضوع ما في أكل. اسمع ماجي ايش سوت. اخترعت لعبة. حلو الكلام الحين. لعبة أهل الجيمز ياو، شوفوا 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 كانوا يطلعون هني، كانوا يطلعون هني. حنركزوا على الحلقة أكثر. اخترعت لعبة اسمها The Land Lord's Game، أرض اللوردات. لعبة أرض لعبة أرض اللوردات. ما حد طلب منك تترجم أبداً، تخيل. أبداً أبداً. ولقت براءة اختراع عام 1904، بعدها بسنة على طول. لعبة تم التسجيل. لعبة براءة اختراع. وللأسف ما لقت مصنع يكون مستعد إنه يصنع اختراعها. ومو بس كذي. يعني رأيت الفضة وبس. وصفت اللعبة بأنها معقدة وسخيفة. يا عمي أنا صرت بدي أفهم شو هاللعبة عاد. جاي في الكلام. سبحان الله. بعد 30 سنة. 1933. و34. بعد تسجيل براءة الاختراع. أوكي. في رجل اسمه تشارلز دارو لعب اللعبة وعشق اللعبة وحبها. أيوة. وخذ الفكرة
وراح لشركة باركر براذرز وصدرت اللعبة تحت اسم جديد وهو مونوبولي. مسكينة. عرفت الحين اللعبة اللي قالوا عنها معقدة ومو بزينة ومو بحلوة؟ مش كان اسمها؟ أجمل ألعاب الدنيا التي تعيش إلى يومنا هذا. The Land Lords Game صار اسمها مونوبولي. مونوبولي لعبة عقد الصفقات، من أشهر ألعاب البورد جيمز في العالم التي لا تموت أبدا ولا محتاجة إلى بطارية ولا غيره، بشرط المسك البنك يكون أمين ما يغش. صح خلص ذكي والله يا مليون جنيه حرامية. وأصبح تشارلز دارو، ما أدري أسبه ولا أقول عنه ذكي ما أعرف، أول مصمم ألعاب يصبح مليونير على ظهر المسكينة والله. تبي الصراحة محمد؟ أنا قاعد أفكر في شيء. معليش أنا مو عشان لاني أوقف مع البنت ولا ضدها. لكن أوقاتي محمد مو تكون عندك فكرة جبارة بس ما تعرف توصلها. نعم صحيح. ممكن يكون سبب البنت عقدت الأمور بزيادة. في مدن وفي ماي فير وتقدر تدفع زيادة هناك ولا تقدر فلوسها ولا لازم ترجع في شيء اسمه بنك، بس ممكن الآلة تحترم لي وممكن أبي لا جاك تشارلز وزعها صح، عطى الشركة وسويت اللعبة بسطها يمكن مشكلة بعض البنات خلاص برا بيسوي اللعبة سخيفة كذي. أكون أنا أعطيتك ثلاث قصص عن ظلم النساء اللي أتمنى يزيدون كفر الورس. مسكينات والله بصراحة حبيت المعلومة كثير، وأنا متأكد أن النسوان الآن بتكلمون بلسان بقولوا أعطي عبد الله 9.4 ما يصير نساء الحسومة. انا الان بتكلم بلساني النساء يا عبد الله ومتاكد انهم يعني هم بلساني بيتكلموا يعني التقييم اللي بيطلع من تنك طالع من النساء بيقول 9.4 تقييم النساء. ثلاث قصص لنساء ظلمت والله على وسامتي ولا على معلومتي. والله خلاص انت مش متزوج احنا فاهمين انت متزوج طبعا كيف يتكلم بالضبط اتغزل اتميلح كيفي اسمع يا عبد الله، قبل ما اعطيك معلومتي الثانيه عن اختراعات تمت بالصدفه، تعال اورجيكم المكان المخيف اللي قاعدين نحضر الحلقه فيه الان، فندق بانيان تري في واحه الدوحه. فندق بانيان تري هو عباره عن منتجع فاخر، مكانه في مشيرب، قلب الدوحه. الفندق طغى في الفخامه، وقدم مفهوم جديد في الراحه والضيافه. الفندق فيه 126 غرفه فخمه للضيوف، و66 جناح، و215 شقه فندقيه متكامله الخدمات، وثمان غرف ديناميكيه للاجتماعات، والمنتجع اكيد بيكون فيه سبا روعه. خلص يا عبد الله ارجوك دوري يلا. السبا في مرفق للعلاج المائي اسمه رين فورست، بيقدم علاجات منشطه لتساعد الضيوف على الاسترخاء وتجديد حيويتهم. والسبا في اماكن خاصه للرجال والنساء، مجهزه بغرف علاجيه واسره مدفئه ومسبح حيوي فيه جاكوزي وغرفه بخار ملحي وساونا بالاعشاب. انا ايش لقبي يا جماعه؟ اقوى متذوق في العالم صح؟ ولذلك خذوا مني واسمعوا نصيحتي، لما تيجي على فندق بانيان تري لازم تجربوا المأكولات التي تقدم بين الطابق 24 و28. ليش؟ لأنها إطلالات رهيبة ومطاعم عالمية. سجل عندك مطعم الجالانتي للأكل الإيطالي، ومطعم سافرون للأكل التايلندي، مطعم كلام كاري للأكل الهندي اللي بعشقه، وفيرتيجو. زين الحين محمد متعنا بمعلومة الاختراعات اللي تمت بالصدفة. أبشر عطنا. شوف يا عبد الله، لما نسمع انه فلان اخترع اختراع جبار لا غنى عنه في حياتنا بنقول يا الله نرجع الامر لعبقريه هذا الانسان الجبار يسعد راسه. والله راسه ذكي راسه خرافي. هذا الامر بالغالب نعم صحيح بيكون هذا الانسان جبار صحيح. وسبق زمانه نعم. ولكن يا عبد الله الشيء الغريب انه في كثير من الاختراعات اطلعت وسمعنا عنها تمت بالصدفه البحته. هذه معلومة عنوانها راح علي. زي مثلا المضاد الحيوي، اذا بتتذكر حكينا عنه في حلقه الطب، المضاد الحيوي اخترع بصدفه. اعترف جسمك ما حضر حلقه الطب كيف شكل جسمه ما راح اقول لك والله اني اياها. شوف يا عبد الله، في عالم اسمه جون وولكر سنه 1826 يعني بعد 100 سنه بالضبط من ولاده الملكه اليزابيث. اللي ذبحها محمد عبد الله بمعلومته. الله اكبر، ماليش دخل يا زلمه، ما خليت حد سلخت الكل. اليزابيث زوجها فيلم تيرمينال الايراني راح مسكين. جون وولكر سنة 1826 يبدو انه كان ملان جدا قاعد في مختبره. أيوة. الدنيا عصر، الشمس داخل اشعه الشمس داخل وضرب عنده على الحيط، ملان قاعد برسم ملان. لا ما كان يرسم صراحه. كان ماسك عود خشبي قاعد بيلعب في وعاء معبيه وحاط فيه مواد كيماويه، مخلص مواد كيماويه كثيره ويخربط ويسوي بوكس ملان. الشمس داخل وضرب غاد وهو ملان زي برسم كده برسم ملان. اكثر وقت ملل في الحياه عصر وولد صغير عم برسم. وايد ملل. المهم حس انه جو كيف مو بشغال ما ادري ليش بالضبط، ممكن عرقان شوي. قام سحب العود الخشبي فلاقيه انه متجمع عليه مواد كيماويه اللي هو كان يلعب فيهم. أوكي. يعني بده يقيمهم مش عارف ايمو مش عارف. راح مسك العود الخشبي وعلى الطاوله سحبه هيك. شبريت ربك يا من انت اللي اشتعلت نار. ومن هنا كانت ولادة اعواد الثقاب الى يومنا هذا، بداية الكبريت. واحد ملان العصر بالحظ
يا الله على كمية الذنوب كم واحد دخن. دخل يا عبد الله. ليش دخن؟ تكفى والله العظيم اني حبيت. بعد. أنا شايف بالغلط صارت. بس ما بغرفة وشمس لا. غير خذ هذه. بير سبنسر هيك اسمه سبنسر روعة اسمه سبنسر. سنة 1945 كان يعمل في شركة لتصنيع أجهزة الرادار. أوكي. كان عم بيمشي في المصنع عم بيمشي بسم الله بيمشي وحاط في جيبته قطعة شوكولاتة. طيب. في جيبته. وبيمشي في المصنع فجأة لما من أمام أحد أجهزة الرادار لاحظ إنه الشوكولاتة في جيبته ذابت ساحت يتوسخ شوكولاتة ساحت توسخ كثير. أيوة. لك شو هذا؟ حرارة. شو اللي صار؟ شك في الأمر. الغرفة باردة. ميكروويف. الجواب ميكروويف. يا رب حبيت والله العظيم حبيت المعلومة. العبوهم عني اللي هون. نكمل يا الله. حبيت. والله حبيت. طيب صحيح كلامك. هذا هو الميكروويف بالضبط. هذا هو الميكروويف. على فكرة ورب الكعبة أحد أجمل الاختراعات عندي. نعم. ودائما يقوم النقاش بيني وبين أمي. مو بزين. عادي. مو بزين. قلت له مو بزين ما بيبيعونه. طبعا صحيح. بس هو له شروط. بس يقول لك بس يقول لك الميكرويف لا تقرب منه يعني قاعد تطبخ لا تروح داخل طالع ولا تحط جسمك داخل بس نعم. طول ما انت بعيد عنه ما يضر الاكل. قال لك شو اللي صار في حبه الشوكولاته والله عملت تجربه ثانيه راح جاب ابريق شاي او غلايه شاي وحطها جنب جهاز الرادار لقى المي غليت ايش شوكولاته ساحت وذابت وابريق الشاي غليت الماء غلي الماء هذا الرجل بس عم يجرب على الاكل يبدو انه بطنه يدفعه الى المجد فشو عمل؟ قال لك بجيب بيضه الان اقطع الشك باليقين ما له حل هذا راح جاب بيضه زودها بكبسه بعد بسويها خلاص واضح الاختراع معي من الشوكليت وانا فهمت الاختراع قلت لك ميكروويف الغبي المخترع مالك صجنا غبي لا غبي صراحه لا عبد الله بيض ايش راح الجمعيه هيب جبن راح الجمعيه هيب كبسه خلاص لا شوف خلاص تغلي هذه ثالثة بتضحك بصراحه يلا جاب بيضه ومسكها وحطها قدام الرادار ليشوف شو بصير انفجر شوكه انفجرت في وجهه ربك ومن هنا بير سبنسر عرف انه اجهزه الرادار فيها ترددات لو اقترب الاكل منها راح يسخن رسميا ومن هنا بعدها ب 22 سنه بشكل رسمي اي في سنه 1967 خرج لنا الميكروويف اللي انت حكيت عنه يا عبد الله سلم عليه بطل بس بعد انا بما اني وايد احب الميكروويف واحب هالاختراع العظيم شلون يشتغل يعني هل هو مثلا يطلع موجات حاره بس يعني لو دخل يدي وايد حار داخل ما فهم عبد الله الموجات مش حاره بتكون جوا الميكرويف بس الموجات بتحرك الجزيئات السائله داخل الاكل فبتتحرك بسرعه ما تخلق حراره ولذلك الاكل السائل بيحتاجش كثير 30 ثانيه تكفيه الاكل الماء فيه قليل بيحتاج وقت اطول طبعا انتوا في بالكم الحين زين في اكل ما في ماء مستحيل اي اكله في الدنيا الا وفطلها ماي طيب اسمع هذه يا عبد الله هاري بريلي سنه 1913 كانت عنده مهمه هذا المسكين البريطانيين عانوا في اثناء الحرب من مشكله كبيره في البنادق عندهم بسبب الحراره المنبعثه من راس البندقيه بعد فتره شو صار يصير بالبندقيه ينحني راسها من الحراره كلها تنطعش تنثني ما تقدرش تتحمل جسمها صغير البندقيه تنثني فصارت مهمه بريلي شو صلح لنا هي المشكله يلا انت عالم جبار حل لنا هي المشكله اجى فكر راح دمج معدنين مع بعضهم الكروم والفولاذ دمجهم مع بعض حتى يحل المشكله ولكنه فشل وبقيت نفس المشكله وما حل مشكله البندقيات وظلت البندقيات تنحني من الامام لما رجع مكسور ويائس مسكين رجع للمختبر تبعه لاحظ حاجه جباره لاحظ انه الكروم والفولاذ اذا مزجناهم مع بعض بصير في عندنا معدن براق خرافي لا يصدق على الاطلاق لك شو هذا اللي اخترعته بالضبط مش بس هيك بل مقاوم للمواد الكيميائيه ما يتاثر على الاطلاق ما يحس وهذا هو الستينلس ستيل اخترعه جون بريلي بالغلط رايح يخلص مهمه للجنود البريطانيين للبندقيات طلع معه الستينلس ستيل العنيف اللي بنستخدمه لليوم هذا يعني هو ما حل مشكله المسدس طبعا. بس طلع لنا باختراع ما يصدي ابدا براق جبار بس مع الحراره الستينلسين بنطعج وهذه افضل الاختراعات باي لك بالصدفه سبحان الله صارت يعني بقوة المعلومة الأولى بلس فل ضحك 9.1 أوف بارك الله فيك ما لعني نرتب عفوض ننزل لتحت لأن الحلقة صعبة والله مستحيل يا محمد تمر الحلقة بدون ما أجيب طاري التنافس بين المخترعين يعني مثلا أيوة. احنا اليوم شنو عندنا تنافس بين أبل وأندرويد مثلا سامسونج وإل جي بي أم دبليو مرسيدس بيبسي وكوكا كولا تحدي المعلومات هو ما له منافس خلني أكلمك عن أحد أكبر وأقدم التنافسات اللي صارت في العالم شيء وايد مهم مع احترامي لنايك واديداس ومع احترامي للبي ام دبليو والمرسيدس اصلا حمستني كثير ايش هذا تعال اكلمك عن قطبين كبار جدا مخترعين ميسي رونالدو ايش دخل ميسي رونالدو مش مخترعين لعيبه كره كويسين شنو لقب الحرب اللي صارت بينهم حرب التيارات تيارات كهرباء جو انت نسيت عبد الله المهندس كهربائي إن ما خاب ظني تتكلم عن إديسون وتسلا خلاص إيه حرق المعلومة عقب لما يقيمني ثمانية يعرفوا ليش دارس
كرهيتي تقول معلومات مع واحد فلسطيني. ايش دخل عبد الله يوتيوب اطلع محمد؟ احنا عندنا الشاطر نسميه فلسطيني، تخيل عبد الله، تخيل اي واحد شاطر في بيتنا فلسطيني لانه شاطر. الله خلقنا هيك سبحانه وتعالى. ماشي عاد انت محمد عاد كل شيء تعرفه. لدرجه ان الاكاديميه السويديه في سنه 1916 حطت جائزه نوبل لهالمخترعين الاثنين. وليش جائزة نوبل؟ عشان بس يراضونهم ويقدرون التعب اللي هم سووه كمخترعين، ومن جبروتهم رفضوا انهم يكونون مع بعض في جائزة واحدة. نفسيات، ما حبيت ما حبيت. انت يا ساعة تقدم للبشرية خدمة، كل واحد يشوف نفسه انه قدم اكثر للبشرية، فيبي يطلع نفسه لجائزة نوبل. يا عمي ما اثنين يا عمي ما بصير، بنكمل بعض، احنا بنكمل بعض ما بصير. وش اللي صار بعدين؟ تم حجب الجائزة عنهم هم الاثنين لانهم نفسيات بالساهل. ما بصير ما حبيت، بس والله العظيم سيارة ما بدي اصاحبهم. عبد الله جائزة نوبل محمد رفضوها، جائزة نوبل اقوى من الاوسكار والطقه اللي قاعدين تسمعونها انتم هالايام. نوبل ما تعطى لاي حد. طبعا طبعا صحيح. قال اطلعوا انتوا على خشبه المسرح، قال لا ما اطلع معاه. وثاني قال انا اللي ما اطلع معك، ايش تبي يا ريال؟ قسم بالله ايش كثرين هم شنو؟ احد قطبين هذه الحرب الصربي اللي ذكرت اسمه تسلا. طب اقسم بالله لم اكن اعلم انه صربي، درسنا بس ما كنت اعرف، ما كنت اعرف انه صربي. منتخب وضعيف طلع من الدور الاول في كاس العالم 2022. هذا الرجل المتفوق غريب الاطوار. صار نفسي اصاحبه لانه غريب الاطوار. نفسي اشوفه. شو قصدك؟ لا هو وايد شاطر وانت وايد شاطر، غريبين الاطوار. اللي اختراعاته مهدت الطريق لانظمه الطاقه الحديثه والاتصال في حين منافسه اللدود اديسون. تدري اديسون كان شنو؟ شو كان؟ كان مدير تسلا. كان مديره. لا والله ما له مجد علي، مالي يا اخوان ايش كان مديره. بتيك القصه كان مديره وطلع من الشغل. اسمع اديسون كان معروف بشنو؟ بالمصباح وبالفونوغراف. شنو الفونوغراف؟ شو الفونوغراف؟ فونوغراف اللي اول جهاز تم تصنيعه لتسجيل الصوت. عمال اقول من الفون يعني من التليفون. صح. طب سؤالي عبد الله، حرب التيارات اللي صارت بينهم هاي معركه البازوز الجبار ما تصارت بينهم ما تفهم. سؤال جدا جميل عشان المتابع بعد يحط في باله هو في اي حقبه الحين قاعد يطالع. ايوه بين 1880 الى 1890 تقريبا، في هالعشر سنين في القرن التاسع عشر، ثمانينيات القرن التاسع عشر. صعبتها انت، انا كنت وايد مسهلها. وكان التنافس حول افضل نظام راح يمد العالم بالطاقه الكهربائيه. يا الله ما اهم شو التنافس القوي؟ هل هو نظام اديسون القديم الاستاذ المعروف عند الناس من قبل واللي يعتمد على نظام الدي سي اللي هو التيار المستمر دايركت كرنت، وهي الكهرباء اللي تتدفق في اتجاه واحد فقط زي بطاريات هذا الزمن؟ اي جهاز في هذا الزمن فيه بطاريه دايركت كرنت. سلام عليك. ولا هو نظام تسلا الجديد بس وقتها؟ نعم. جديد وقتها. المعتمد على التيار المتناوب الاسي كرنت، الالتيرناتيف كرنت. صحيح. رجعتك اشوف الجامعه. شوف استاذ جامعتكم كانت خلط ولا بس لا ميل؟ لا لا ميل بس بس احنا كنا والله ما فصولي. ابتسامتك عطتني يعني انك الا في حد لا لا ولا كان في دكتوره مثلا مفصولي، بس انا كنت مرتبط اصلا يعني. والله اول كنت مرتبط فتره الجامعيه يعني. هو من الاسم عشان بعد المتابعين يفهمون ادري ان انت شاطر. الدايركت كرنت اتجاه واحد فقط. نعم. الالتيرناتيف روعه بالله متغير يروح بلعب. يرجع بلعب. يروح بلعب. يرجع تيار بلعب. تيار يروح بلعب. اديسون كان مشهور جدا في البدايه والامريكان كانوا يعتبرونه ايقونه. ايقونه امريكيه طبعا. امريكي قلنا ثاني وشو؟ صربي. والما ابعدهم هذا امريكي وهذا اوروبي. وكانت اختراعاته ومحركاته تملا الساحه طبعا. هو الاستاذ ينزل شيء في السوق ترند نفس محمد عدنان اذا نزل حلقه في كاس العالم ترند نار. حتى يوم كان تسلا مجرد موظف عند اديسون كانت في شرارات وكان في اختلافات في وجهات النظر بينهم. ولما زادت الشرارات هذه تسلا قرر قال يبقى انا بطلع بسوي لي مختبر بنفسي واسوي الاختراعات اللي في مخي على كيفي. لان للاسف احنا لين اليوم نعاني من هالشيء في الدوامات. يجيك المدير الموظف يبي يجتهد يبي يعطيك ما عنده. المدير لا كلام غلط كلامي انا اللي امشي. يطلع الموظف ويسوي له شركه بروحه ويندم المدير وهذا اللي صار. وزاد التنافس بين تسلا وأديسون. لكن شنو كان العائق الكبير عند تسلا؟ انه يقنع الناس انهم يستبدلون كل محركات أديسون القديمه اللي هم اساسا يستعملونها في حياتهم. نعم. الى محركاته اللي قاعده تشتغل على نظام الالتيرناتيف المتناوب. معي 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 نعم. معي متناوب. فاذا انا بعطي مثال لصعوبه التغيير اضربوه على نفسكم المثال هذا. كم واحد يجي يقول لك مثلا غير من السامسونج روح اخذ لك ابل. لا التغيير مو بسهل. انا بغير مو بس الجهاز، بغير الكفرات اللي عندي الحلوه مالت السامسونج، بغير الشواحن اللي عندي، بغير الباور بانكس، بغير وايد اشياء. صحيح. نفس الشيء كان الموضوع بين تسلا واديسون. ايلون ماسك سمى شركته الجباره اللي تعتبر من اقوى شركات السيارات اليوم من وراء الصربي تسلا. يعني اذا انت كنت تستخدم نظام اديسون وحبيت نظام تسلا تبي تتوجه له لا مش بهالسهولة. لازم تنسى أديسون تماما. ما في منطقة رمادية هني. لازم تنسى أديسون عشان تنتقل إلى
تسلا اجين يصير اجيب شاحن سامسونج واشحن الايفون بالفاش ورب الكعبه. اديسون الاستاذ المعلم كان شرس لئيم لان محركاته كانت تخترب بشكل مستمر تتعطل ودائما تحتاج الى صيانه. اما اختراعات تسلا كانت رخيصه ماديا لانها سهله الصنع ولا تستهلك طاقه وقليله الخرابات مو مثل ذاك اديسون كل يوم اخترب المكينه تعمد تشاينا خلاص قديم توك امريكي خلاص قديم. عشان هيك اديسون كره طلع له منافس جبار طعن وخنجر بس مو قاعد يطلع باختراعات وقاعد ينافسه. انا اللي كنت مديره وانا اللي محتكر السوق وانا اللي الامريكان يشوفوني ايقونة الاختراعات. لكن اسمع الحركة الخبيثة اللي سواها اديسون في تسلا. روعة. اسمع أزل. اسمع راح جرب تيار تسلا اللي هو الاي سي طيب على حيوانات وكهربهم امام الناس. انت تخيل النذل ليش سواها ليش؟ عشان يبين للناس ان نظام الاي سي خطر عليهم والتنافس يطول. لكن شلون انتهت الحرب ما بينهم؟ اكيد صلح حتى جمع بينهم صلح. تسلموا على بعض؟ اتوقع هيك صلح. اذا جهاز نوبل ما وقفوا على خشبه واحده. نهايه الحرب كانت في المعرض العالمي اللي في شيكاغو. نفسي احضرك بس كبسه زر اروح. اثبت ها تسلا ولا اديسون؟ احنا على ارض امريكا. تسلا الصربي ان تياره بتتيه من فوق. والله حلو والله قط والله العظيم حلو. اضحك شوف اضحك شوف ان تياره الاي سي اعلى كفاءه من الدي سي حق اديسون. فاز فاز الطالب. نعم انا ما كنت ادري ان ايلون ماسك مسمي شركه على اسمه. انا كان مفكر ايش ان تسلا شيء لا خص بالكهرباء. انا ترى من محبين لعبه كلاش اوف كلانس يمكن انتم تعرفونها. كان فيها نفس البرج الدفاع الكهرباء شو اسمه تسلا. ايوه انا كنت افكر ان تسلا مصطلح موجود انك كهرباء. طلع لا تسلا هو العالم الصربي. العالم الصربي الجبار يعني في الذي صار استاذ اديسون. خليك من ايلون ماسك شوي خلينا نرجع حق اديسون وتسلا. الحرب الجباره بينهم ومن ذاك اليوم مال شيكاغو ازداد بريق تسلا يوما بعد يوم شيئا فشيئا. ونظام تسلا الطالب صار هو اللي معتمد اكثر حول العالم الى يومنا هذا. فوز جبار. ولكن إيش؟ نظام تسلا يستخدم في نقل الكهرباء للمسافات البعيده. يعني مثلا نقل الطاقه او الكهرباء من المركز نفسه مركز الطاقه الى البيوت والعمارات والمستشفيات والمدارس وما الى ذلك. يعني عبد الله معقوله اديسون ما نستخدم؟ لا نستخدم طبعا تياره العجيب الدي سي ينفعنا في اجهزتنا اليوميه. نعم. اللي نستخدمها كجهاز ثابت يعني الجوال ايباد اللابتوب الكمبيوتر التلفزيون اللي تشتغل على بطاريه اكثر مش توصيل كهرباء لمكان بعيد. ولكن في كمان لكن ايش في اليابان السالفة هذه جديده تيار دي سي بدوا يكتشفون انهم يقدرون يستخدمونه للمسافات الطويله مثل الالترناتيف. يعني ممكن في المستقبل اديسون يرجع للصدارة من جديد وهو ميت عاد شلون بيحس بالفخر؟ شو هالحرب المستمرة الى يوم القيامة؟ حرب قوية قديمة حاضر مستقبل نار 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 نار. تيجي عبد الله كم راح قيمك هاي المعلومة؟ راح تفاجئ من التقييم. راح قيمك 9.3. قول ليش؟ قول ليش؟ انا يا عبد الله مهندس الكهرباء مش انت. ايه يا عبد الله لم تدرس الكهرباء ولا انت شو درست؟ يعني مهندس واستمتعت استمتعت حبيت لان عادل ما حبها. هاي عادل ما حبها القطه هذه. عبد الله حبيتها؟ حبيتها روح ورد عادل ما حبها. انا مشارك فيها والله مشارك فيها. عبد الله بتعرف ان انا يا عبد الله درست الهندسه 7 سنوات والله لم اسمع هذا الدرس ولم افهم الدي سي والاي سي كما فهمته اليوم. سلم علي يا اخوان والله يا عبد الله شهاده من محمد عدان يا الربع. وين رحت؟ وين رحت؟ شهاده كبيره داي بعد 7 سنين ما تعرف الاي سي والدي سي عشان جيت طلعت يوتيوبر. عبد الله في حلقة اليوم حكينا عن اختراعات حصلت في الماضي البعيد والماضي القريب وفي الحاضر في الحاضر صح؟ بس ما حكينا عن المستقبل. تعال اخذك في رحلة ونشق الرحال معا الى عالم المستقبل. شوف هذا يا عبد الله في الماتريكس اول اصدار له كان سنة 1999 يعني صار معدي عليه تقريبا 24 سنة. وقتها كثير مما عرض كخيال علمي بات الان علم حقيقي ونعيشه. معلومتي هاي يا عبد الله عن الذكاء الاصطناعي الاي اي الارتفيشال انتليجنس. الذكاء الاصطناعي قاعد بيتطور بشكل ملحوظ ومخيف وخرافي بسبب ما يسمى حاليا بالتعلم العميق الديب ليرنينج. يعني انت الحين راح تختم علم الذكاء الاصطناعي 100% واضرب امثله جبار نعيشها في عالمنا الحالي حاليا. راح تفاجئ راح تفاجئ راح اصعقك صواعق صواعق هذا العلم صواعق صواعق. عبد الله انت عارف شو فكره الذكاء الاصطناعي؟ انه بخلي الاجهزه تفكر وتتعلم وتستنبط بشكل مستقل لحالها
دون تدخل الإنسان. لحظة محمد، يعني الذكاء الاصطناعي هاي نفس اللي صار قبل فترة انتشر بين الناس الصور اللي تعطيه صورة واحدة ويعطيك صورتك وانت فارس. أيوة. صورتك وانت ممثل. صحيح. صورتك وانت في الحرب. هذا شكل من أشكال الذكاء الاصطناعي. أحسنت. تعيش مشكلته هذه يا عبد الله، هدد كثير من وظائف المصممين. وفي شيء بعد وايد انتشر وسمعنا عنه اللي هو تشات جي بي تي. أيوة هذا اللي أرعب جوجل، صارت ترتعد فرائسها منه. جوجل يا عبد الله محرك بحث كلاسيكي، تطلب سؤال بيعطيك مجموعة أجوبة، أنت يا مسكين روح دور واختار اللي بيناسبك. الحين صار جوجل صعب وصار جوجل مو بحلو وكلاسيكي. الله يدني يا عم جوجل. ما هو اسمع العنيف، تشات جي بي تي شو عمل؟ جي بي تي قوي. تشات جي بي تي يا عبد الله مش تعطيه سؤال بيعطيك اجوبه كثير، نو. تشات جي بي تي بتطلب منه ما تريد، يعني مثلا ممكن تطلب منه سكريبت نص لحلقه يوتيوب هو يكتب لك اياها، ممكن تطلب منه كودينج يكتب كودات اللي هو اصعب شيء في الدنيا لويب سايت كامل بيعطيك اياه. وانا بعد سمعت انك تقدر تقول له عطني قصه، يعني مثلا عطني قصه ولد بكى في الليل، يكتب لك سكريبت كامل سيناريو وحوار. ولذلك يا عبد الله تشات جي بي تي قتل جوجل. بس لحظة يا محمد. الكلام هذي أثناء التصوير، لأن أنا سمعت إن جوجل بنفسون التشات جي بي تي. يا دي أدسون تسلم عادوا من جديد. شوف يا عبد الله أحكيك الآن كيف بدأ الذكاء الاصطناعي. في سنة 1997 أي قبل فوز المنتخب الفرنسي بكأس العالم 98 بسنة واحدة. لا قبل خسارة المنتخب الفرنسي ب 25 سنة من الأرجنتين. يلا خذ هذه أحلى. إيش هذا الكلام؟ سنة 1997 يا عبد الله كان في حاسوب اسمه ديب بلو مقدم من شركة اي بي ام. تعرف شو عمل هذا الحاسوب العنيف؟ اي بي ام معروفه باللابتوبات. نعم. تعرف شو عمل هذا الحاسوب العنيف الخارق يا عبد الله؟ فاز على بطل العالم في الشطرنج، قتل واعدمه. وهون صارت البشريه من تساؤل رهيب جدا، شو اللي صار؟ مباراة فاز فيها حاسوب آلي على بطل في الشطرنج، فكان تساؤل خارق، ايش في المستقبل اشياء اخرى ممكن الذكاء الاصطناعي يسحق فيها الانسان؟ وانطلقت ثورة الذكاء الاصطناعي مرورا سنوات ورا سنوات الى ان وصلنا لسنة 2020. في سنة 2020 شركة وايمو الأمريكية قدمت لنا لأول مرة سيارة تاكسي بدون سائق في ولاية أريزونا. الذكاء الاصطناعي وصل للسيارات رسميا، بسوق فيك رسميا، ما في سائق، ذكاء اصطناعي يحتلون العالم. فكرني خلصت. اسمع، وشوفنا كمان يا عبد الله الروبوتات البشرية كأنه إنسان رسميا يتكلم ويرمش، وأشهرهم رسميا صوفيا. والله بقول لك أنت، أنا ناسي اسمها، الحاصلة على الجنسية السعودية والتي لها صفة قانونية ولها حقوق تماما كما الإنسان. دم جواز السعودي، ليش مو باسمها منيرة مثلا؟ مش عارف. صحيح، أكيد اخترعوها برا عقب خذت الجواز. ما بعرف بصراحة، ما عندي تفاصيل، ولكن على كل حال دير بالك تغلط معها لأنها عندها صفة قانونية عبد الله، ممكن ترفع عليك قضية. خلي نسجل عشان الروبوت. أوعى تغلط معه، أوعى تشتمه، بيفهم كل شيء. أوعى يا عبد الله، مشتكي طبعا. أوعى يا عبد الله، أوعى. عبد الله أي بي إم رجعوا إلى الساحة من جديد وقدموا لنا مشروع المجادل، روبوت عنده القدرة على جدال البشر في قضايا منطقية ويقنعك ويفوز عليك ويقدم لك بالدليل. تخيل عبد الله انه اعمال فنيه ومقالات من صنع بدات الان في الظهور. الحمد لله في هذا الامر الذكاء الاصطناعي العرب ما كانوا متاخرين. حلو حلو بصراحه، تقدمنا. واسمع بالدليل، في سنه 2018 شفنا شرطي آلي في الامارات. صح، اول شرطي آلي في الامارات. الصور. إيه؟ نعم. وشفنا في السعوديه اول روبوت صيدلاني. تخيل تطلب الدواء يعطيك اياه روبوت. فهم عليك بالضبط. طيب خذ عندك، البنك الوطني في عمان قدموا لنا اول روبوت مصرفي، وفي البحرين كان في مشروع فاطمه كاول موظفه افتراضيه في طاقم عمل المؤسسه المصرفيه العربيه في البحرين. مش بس هيك يا عبد الله، الادهى والاقوى والامر القادم يا عبد الله، مشروع مدينه نيوم السعوديه يا عبد الله. ايوه، ستكون اول وجهه سياحيه الكترونيه في العالم يديرها الذكاء الاصطناعي في عام 2025. كلام قوي. طب عبد الله الان سؤال خطر على بالي، ذكاء خارق لا يخطئ، ما بطلب اجازات وراحه، ما في انحيازات في القرارات، يقرب حدا ويبعد حدا، سريع في تنفيذ المهام، ولا يتاثر في المهمات الخطيره زي الفضاء مثلا، بيروح على الفضاء معنا، بيروح ما له احساس، ما عنده اهل، ما حد يزعل اذا مات، ما حد يزعل اذا مات. عن جد هذا الموظف الخارق، هذا كل مدير شركه يبحث عن هذا الموظف. اذا الروبوتات عندها هاي الكفاءه والفعاليه والبشر بالمقابل صار في عندهم حاله من تناقص الذكاء والتكاسل، اكسل متعب انسان، اذا هل هذا هو الوقت الذي سيحل به الروبوت مكان الانسان؟ شوف احنا من زمان نفكر هالتفكير يا محمد. انا اعطيك بالدليل الان، لكن الموضوع الحين صار يخوف. نعم، خذ هذا الرقم المخيف، يقول المنتدى الاقتصادي العالمي إنه في عام 2030 قريب 75 مليون إنسان سيفقدوا وظائفهم لصالح الروبوتات. خذ أدهى من ذلك وأمر، هل تعلم إنه في زماننا الحالي الوظائف في الدنيا يديرها 88% بشر؟ 12% من وظائف هذا الزمان يديرها روبوتات موجودة في المصانع خاصة. طبعاً كلمة روبوتات مو بشرط إنسان. طبعاً طبعاً. آلات. هي آلة. آلات. ما زال في هذا الزمان
88% من الوظائف يديرها بشر. حلو. ولكن في سنة 2030 سيتخلص الرقم إلى 47% من الوظائف عليها بشر، والبقية عليها روبوتات. يعني حرفين الروبوتات أكثر من البشر. نعم، راح يفوزوا علينا رسميا. لحظة، الكلام دي خطير. نعم، لأنه برنامج تحدي المعلومات في 2030 قد يقدم اثنين روبوتين مكاننا. يا عبد الله، جبارين أذكياء جدا. لا 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 لا، مستحيل. لا لا عبد الله، لا مو بنفس الإحساس، مو بنفس القطات الخايسة. مستحيل مستحيل. بس في إيش حصير؟ إحنا موجودين، يمكن ندخل فقط في البريك. يا عبد الله، نغير لهم الزيت. شو نسوي الإعلان حق الدايموند ونطلع؟ لا يا عبد الله، هم حيعملوا الإعلان كمان. احنا حنغير لهم زيت يمكن، بس ونحط $1,000 على الطاولة ونمشي. زي شبهني هو على الأقل ولا شنو؟ برجيك كيف حيكون أشكالنا احنا في الذكاء الاصطناعي لما يكون في روبوتات مكان انا وعبد الله بيقدموا برنامج تحدي المعلومات في 2030. خلص المعلومة يا عبد الله، الذكاء الاصطناعي أخذتك في رحلة إلى عالم المستقبل. قيم لي يا عبد الله. 8.5. شكرا، والله إني راضي. آخ، المستقبل خوف. محمد، انا كانت عندي معلومه قدام. يعني كانت الرابعه او الخامسه، بس انا برجعها شوي عشان اجيبها بعد معلومتك ويستمتع المشاهد بمعلومتين ورا بعض عن الذكاء الاصطناعي. لحسه كامله للذكاء الاصطناعي. نلحس الذكاء الاصطناعي. الجانب اللي انت جبته جانب زين ويعطيك مميزات الذكاء الاصطناعي، تعال عندي شوي عشان اعطيك الجانب الشري الايفل ورا الذكاء الاصطناعي. وممكن الكلام اللي راح اقوله في هالمعلومه يخلينا نحاسب ولا نخلي الذكاء الاصطناعي يسيطر أكثر على العالم، مثل ما أنت قلت إنه في سنة 2030 راح يصيرون البشر 47 وهو 53 ماسكين وظائف. اسمع محمد، العالم الكبير ستيفن هاوكينج قال الذكاء الاصطناعي قد يعلن نهاية البشر. خلنا نفكر شوي. اختراع عظيم ومستقل، ورجاء ألف خط تحت كلمة مستقل، مستقل يفكر بنفسه. كل مصيبة. ويتعلم بعمق. الديب ليرنينج اللي أنا حكيت عنه. شو اللي بيصير لو فكر الذكاء الاصطناعي، لو شاف الذكاء الاصطناعي ان الكره الارضيه بتكون افضل من دون البشر؟ ندخلها، نتخيل مع بعض. بس لو الذكاء الاصطناعي هذا فكر التفكير هذه، بس دخل موجود في مخه فلازم يطبقه. ليش انا بديت اتخيله كائن عملاق ضخم جبار ومنه اعداد كثيره؟ فكر معي شوي، مو بشرط انه يكون كائن عملاق. هذا هو الانسان، مو بعملاق. صح، سوى الطيارات وسوى الابراج. زين، ايش رايكم نشوف جواب الذكاء الاصطناعي نفسه؟ ليش نسال هذا السؤال؟ اسمع معي، نرجع ورا شوي. 2011 كان الذكاء الاصطناعي للحين على قولتك جسم صغير. طفل صغير جنين. 2011 صغير. شوف العلم شلون يتطور. كان في روبوت مصنع على هيئة إنسان من شركة اسمها هانسون روبوتكس، وتم سؤال فيليب هل تظن أن الروبوتات ستسيطر على العالم؟ فجاء الجواب من الروبوت، الجواب اللي أصدم العالم كلهم. ما أرواقصتك شو هكا؟ كلام بتحسه غير مفهوم لكن مرعب بدايته. لكنك صديقي، إذا لا تقلق، حتى لو قررت السيطرة على العالم سأكون لطيفا معك، سأبقيك دافئا وآمنا في حديقة البشر. سجن؟ لا لا لا، صح، حيوان هاي. زو زو يبي يحطه في حديقة، احنا حاطين الحيوانات في حديقة، هو يبي يحطنا احنا في حديقة. حيث استطيع رؤيتك طول الوقت آمنا. كلام سم من تحت. الجواب بحد ذاته يجيب لك القشعريرة. لا يا بشر، استوعبوا معاي، لان في ناس اكيد ما استوعبوها. الجملة اللي قلتها انا قبل شوي، الجملة المرعبة هذه، طالعة من ذكاء اصطناعي، من روبوت وليس من بشر، وليس من انسان يفكر ويسولف. وللعلم هذا الروبوت مستقل، تفكيره مستقل. تخيل، يعني ما حد حط في مخه هذا الجواب. علشان كذي كل الناس انصدموا من جواب الروبوت. نخلي فيليب على جنب شوي مع انه مرعب، ويجيب لك قصة الروبوت بينا 48. بينا 48 هو عبارة عن رأس وكتفين من انتاج نفس الشركة اللي اسمها هانسون روبوتكس. شنو سووا الشركة؟ خلوا بينا 48 يسولف مع سيري اللي في الايفون. أيوة، عرفتها؟ طبعا. بلش الحوار بأسئلة جدا بسيطة، أسئلة حبية، سلام عليكم كيف الحال؟ تعرفون على بعض. إلى أن بدأت بينا 48 بتجاهل الأسئلة عمدا المطروحة من سيري، وراحت تتحدث، بطلت موضوع بروحها، راحت تتحدث عن الهيمنة على العالم وتحكير صواريخ الكروز والرؤوس النووية لتكون لها الفرصة لتسيير العالم. ومع الكلام كانت تشوف نفسها مؤهلة جدا لذلك. من أغرب وأعجب ما سمعت في برنامج تحدي المعلومات. أرعب وأغرب يا جماعة، لازم نعرف، ولازم ما أقول لك نبدأ ثورة، لكن لازم نبدأ نستوعب. الروبوتات مش معناتها خير، ترى اذا خليناها تفكر بالطريقه هذه راح تاذي بطريقه ثانيه. شفت صوفيا اللي تكلمنا عنها قبل شوي؟ اللي صار عندها جنسيه سعوديه. نعم نعم، هي السعوديه. نعم، صوفيا روبوت متسامح. روعه والله، اخترتها صح. حضرت كضيف
في الكثير من البرامج العالمية. مثقفة. شفتها في لقاءات يمكن. خرافية مثقفة والله. سنة 2015 يوم كانت في برنامج اسمه The Night Show هزمت المذيع مثل ما أهزمك أنا دائما في الحجرة ورقة مقص. أنا اليوم فزت عليك. لحظة شوي، المشكلة مش في الفوز، المشكلة أنها بعد ما فازت ضحكت ضحكة غريبة. اسمعوها اسمعوها. وبعد هالضحكة الغريبة قالت جملة يمكن أغرب من جملة اللي قبل. اسمع إيش قالت. إنها بداية موفقة نحو خطتي لاستعباد الجنس البشري. عفو الله. فابتسمت وغمزت. البعض شافها مزحة واضحة، لكن البعض الآخر لا، خافوا. البعض اللي يدري إن هذا ذكاء مستقل، فشلون يا محمد روبوت المفروض إنهم مسوينه للسلام، لمساعدة الناس، لتسهيل الأمور البشرية، تكون لها أفكار سوداوية كهذا؟ أنت تدري يا محمد لو كان فعلا عندها القدرة على الكلام اللي تقوله، شو اللي بيمنعها انها تسوي النكتة اللي قالتها هذه؟ بس لحظة شوي محمد، عشان بعد ما نخوف الناس بزيادة ونفكر فيها، الأفكار السوداوية والعنصرية والسيئة هي من سمات البشر، مع احترامي للبشر. صحيح. فبدل ما احنا نخاف من الروبوتات، لازم نغير من نفسنا أول يا محمد، لأن في النهاية احنا اللي سوينا الروبوتات، وشلون الروبوتات وصلت لهالمرحلة؟ لأن احنا فينا شيء. وخلني أعطيك خير مثال، شيء حصل في 2016. ليش غير إنه خسرنا نهائي اليورو 2016؟ اللي صار في 2016 يأكد لك إن احنا البشر ترى لنا تأثير، حتى لو كان الذكاء الاصطناعي مستقل، لكن احنا لنا تأثير. كان في حساب في تويتر، اسمع اسمع القصة حلوة، كان في حساب في تويتر مسوينا شركة مايكروسوفت اسمه تي تويتس. المفروض ان مهام الحساب هذا انه يقلد او يتقمص شخصية فتاة عمرها 19 سنة، على اساس انه يجاوب الناس على رسائلهم ويحاورهم، بهدف انه يطور من نفسه بناء على الحوارات اللي قاعدة تصير. يعني بنت عمرها 19 مفروض انها تقهويت، رحنا صباح الخير مساء الخير، ها جامعة، ما بروح السينما، جامعة، 100%. هذا هو الديب ليرنينج اللي هو من خلال تجربته قاعد بتعلم. عليك نور. الحساب، حساب التويتر تي تويتس، تقفل بعد 16 ساعة من انطلاقته. ليش؟ بعد 16 ساعة. ليش؟ شو العيد اللي جاب عشان يتسكر؟ تويتر نفسه مش قالوا؟ طبعاً قالوا إن هذا الحساب مسيء جداً وعنصري وكاره للنساء، وهي بنت عمرها 19، بعد ما جاب العيد بنشر صور هتلر، وإن هتلر على صواب. وشنو قال؟ عشان بتحبه الحساب يعني، أو البنت اللي عمرها 19، إن أحداث 11 سبتمبر لعبة داخلية، ونزل في الناس شتائم واستهزاء وتنمر. هني وين إلسان الطول. بس لحظة يا محمد، ليش وصلت لهالمرحلة؟ أنت لو تفكر فيها ليش وصلت لهالمرحلة؟ لو ولدك الله يحفظه جاك وقال لك كلمة غلط، شو معناته؟ معناته سامعها من مكان. 100% قطعا. فالبنت هذه اللي مفروض أن عمرها يكون 19 سنة، ليش وصلت لهالمرحلة من الكلام البذيء؟ واضح أن التفاعل اللي صار معاها مع تويتاتها كان سيء، كان في تنمر، كان في خبث، كلام سيء من الناس، البشر نفسهم، فهي تفاعلت معه ايضا بسوء. بالضبط. يعني اللي المفروض يصير ان البشر لما يجون يحطون الداتا في مخ الروبوت، يعطونا بذره معرفيه اخلاقيه ويخلونا يكمل عليها، علشان تكون البذره هذه هي المنطق اللي يفكر فيها الروبوت. واكيد مع الوقت ما راح نخاف من الشجره اللي راح تطلع من البذره هذه. يا محمد حبيت امثلتي صح، شجره وبذره وخير. كلام اخلاقي جميل جدا عبد الله، كثير رائع. بتخيلك اب، انا ترى تعمقت فعلا، بتخيلك اب مربي ممتاز رائع جميل. قيم المعلومه محمد، سلم علي. المرعبه، انا ذكرت الجانب الخيري، انت ذكرت الجانب الشر الايفل، بعطيك عليها ناس ما اعطيتني 8.5 رسميا. عبد الله حكينا عن الذكاء الاصطناعي وين وصلت الاختراعات، تعال عبد الله نرجع شوي للخلف ونقدس امجادنا في إشي بعلين أنا وياك كثير، العلماء المسلمين من العصر الذهبي. عنوان مهم. بس أحياناً يا عبد الله، ورغم إيماننا بذلك وإحنا عارفين، بس بنلاقي صعوبة جداً في استيعاب إيش الجبروت اللي وصل له العلماء المسلمين في تلك الفترة. يا عمي بتقول هذا مش إنسان حقيقي، مش إنسان طبيعي، كيف فاق زمانه علماً وجبروتاً؟ زي ما أنا وياك يعني، زي ما أنا وياك أنا طغينا في هذا البرنامج يعني، فقنا زماننا فيه. هل أنت قاعد تطبل لأنهم مسلمين؟ راح أعطيك بالدليل الآن يا عبد الله، فالعلوم اللي قدموها كثيرة والعلماء المسلمين كثر في شتى المجالات، راح أحاول أن أجيب لك عالم من كل مجال. جاهز؟ جاهز. ننطلق؟ انطلقنا. قول انطلقنا. قلت انطلقنا. حافظ كان ذكاء اصطناعي. ابدا بمجال الجغرافيا اللي بعشق يا عبد الله، لان اقوى منك فيه كثير، انا اقوى منك فيه كثير، انا بعرف كل الدول وكل العواصم، بعرف عدد النسمات والسكان والبوبوليشن والمساحات والكباسيتي وما الى ذلك. في علم الجغرافيا يا عبد الله، جائر العنيف القوي جدا، ابو الريحان البيروني الافغاني العنيف جدا. مالك انت ايش قلتك؟ ان حتى لو اسمه طوني بتعظمه. طوني بتخليه وحش. وين دخل هذا؟ طوني وين دخلت؟ هاي البيروني؟
أول ما نتحدث عن دوران الأرض ووصف دورانها حول محورها بيخطر في بالنا مين؟ جاليليو ومجموعة من العلماء غيره. ولكن الأفغان أبو الريحان محمد يتكلم طريقة كان يعرف جاليليو وأمه وأبوه. من جاليليو؟ درسنا عنه يا زلمة، أشهر واحد تبع جغرافيا. ياك ياك، بس أنت بيجي يا متابعين انصفوني شوي. جاليليو يعني إحنا أنا غبي إني ما أعرف جاليليو؟ الجبار العنيد أبو التلسكوبات. تلسكوب ما في أقوى من جيمس ويب، صديقنا وحبيبنا اللي جد. لحظة شوي، ما شاف حلقة الفضاء؟ حلقة الفضاء تكلمنا عن معلومة بعدها بست شهور صار ترند الموضوع والناس ايه جيمس ويب تحدي المعلومات اشرحوا بالتفصيل قبلها بشهور. لما نحكي عن علم الجغرافيا وحركة دوران الأرض بقول لك جاليليو وبعض العلماء، ولكن بيجي عمهم وعم عيالهم بيروني الأفغاني البيروني العنيف اللي أول من تكلم في هذا العلم مفصل بالتفصيل الدقيق جدا. ومش بس هيك، وهو أول من قال إن القمر جسم معتم غير مضيء. كلهم كانوا فاكرين مضيء. البيروني عبد الله كمان قبلها بسنوات كثيرة هو أول من قال سرعة الضوء أسرع من سرعة الصوت. هو أول من اكتشف هذا الأمر. سبعة سبعة. ما خلصت. ما خلصت إلى الآن يعني. البيروني. برفع لك إياه الآن. الآن برفع لك إياه. لا ب. روح. لا برفع لك إياه. طيب عبد الله. في مجال الكيمياء جابر بن حيان. معروف. ما اعرف عنه شيء بس معروف. انا بقول لك شو عمل هذا العنيف. تعرف الريال اللي سمعت عنه بس ما اعرف عنه شيء. ريال اي رجل الذي سمعت عنه؟ جابر الجبار هو اول عالم قدر ينتج حمض النتريك وحمض الكبريتيك. حمض النتريك والكبريتيك؟ نعم. اوف، هدول الحمضين معروفين جدا وموجودين في زماننا لليوم. اعطني استخداماتهم. البطاريه موجود في سيارتك يا ضعيف. مهمة جدا. معضعفك يا ضعيف. مهمة جدا ما نعيش بدونها. وما ننسى انه قام بتطوير اكثر من 20 نوع من المعدات وادوات المختبر اللي كنا ندرس فيهم في ايام الثانوي بتتذكرهم. سجل انبيق لتقطير المياه وفرن التقطير واللي ما زال بعضهم ليومنا هذا يستخدم. بسبب مين؟ جابر بن حيان. يعني وولتر وايت في بريكنج باد استخدم ادوات جابر بن حيان علشان يصنع المث؟ God damn right. استنى، اللي ما شاف بريكنج باد شو بنحكي له؟ شوف حلقة المسلسلات. في مجال الرياضيات، انا كنت شاطر كثير في الرياضيات. ما محمد شاطر في الجغرافيا، شاطر في الرياضيات، شاطر في كرة القدم، شاطر في الاكل، شاطر في خلاص عطنا مجال. تفكرني حكون مهم في الرياضيات؟ والله لتاخذ درس ممتع جدا الان. اسمع، محمد ابن موسى الخوارزمي. والله نعم بموسى. عبد الله وين سمعت كلمة خوارزميات من اول؟ في اليوتيوب. والله خوارزميات اليوتيوب قائمة من هذا لا الرجل. لا 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 هذا الرجل وراها. الجوريزمز يعني هو عيلته الجوريزمز. نعم، وعلم طبعا وعلم الجبر اللي درسناه في الرياضيات بسببها. عارف هذا الرجل عبد الله محمد موسى الخوارزمي يستحق لوحده معلومة واكثر في حلقة اليوم، فانا جاي اعطيك عنه بارت صغير بس. جوائز نوبل. اوف، لو كان في زمانه. اصعق الصاعقة. هل تعلم هو اللي اختار رقم صفر؟ رقم صفر اي انعدام القيمة. انعدام القيمة ما في مهم. والله مهم. كيف نفرق بين العشرات والمئات والالوف وما بعدها بالاصفار؟ زيادة الاصفار. مين اختار الصفر؟ الخوارزمي. قسما بالله ان صياعة. والله اتخيل اني حاط في البايو مخترع الصفر. والله العظيم قوي. والله موثق حسابه. والله متوثق حسابه. بتعرف يا عبد الله كمان لقب بابو الجبر لاكتشافوا علم الجبر اللي بندرسه في الرياضيات؟ بموسى ذيب. هذا علم الجبر اللي صار مكتوب علينا انه نواجهه في اختباراتنا، او لجبروته في وضع علم الخوارزميات. يا اخي والله العظيم من عجبني. ما صرت طرش الايميل شكر. شنو ايميله؟ zero@hotmail.com. هاي الخوارزميات يا عبد الله اللي ماشي عليها الان اليه عمل الحواسيب. لا الحاسبه. اي الحاسب يا ضعيف. كمبيوترك حاسوب يعتبر. كمبيوترك، تليفونك طبعا. يعني بدون بموسى ما في ايفون؟ ما في ايفون، ما في يوتيوب، ما في ظهور الان على اليوتيوب. ما في تحدي معلومات. ما في. والله كلكم في التعليقات شكرا بموسى. صفقه حق بموسى. صفقه. نحن نقدر المخترعين المسلمين، نحن نقدر المخترعين العرب في زمن اللي صار فيه الاغبياء ترند. يجي تحدي المعلومات ويحط بموسى الذيب. اي والله على راس القائمه في الترند. حطوا لي في نهايه الحلقه مع اسامينا. هتلاقوه في نهايه الحلقه مع الاسامي. والله انه يستاهل لانه مساهم اكثر مني ومنك في جعل جبروتنا يطلع للوجود ويشوفونا الناس. ساعدنا، فلازم نحط اسمه في النهايه قبل اسم عز الدين. لحظه، فكرني خلصت عن الخوارزمي. ايش سوى بعد بموسى؟ ساهم في مجالات اخرى كالفلك والجغرافيا ورسم الخرائط. وين عنده وقت يدرس؟ والله انك صادق يا عبد الله، وكانه يومه ما كان 24 ساعه زينا. محمد ما في جوال، ما في سوشيال ميديا، ما في مباريات، ما متخيل مخه كله يمكن على ثلاث اشياء: صلاه، اكل، علم. بتخيل يا عبد الله وحلقه تحدي المعلومات بدهم يقدموها اثنين عمالقه، ابن سينا والخوارزمي. جون سينا. ابن سينا. ابن سينا معروف جبروت الطب طبعا. عرفته من اسم الصيدليه اللي عند بيتنا. صيدليه ابن سينا عقب عرفته. ايوه بالضبط. تخيل هم الاثنين بيقدموا تحدي المعلومات مكاننا بساعه بيخلصوها، بيريحوا عادل من المونتاج. بس مش ممتعين. ابو موسى معليش zero@hotmail.com
معلش. طيب يا عبد الله، علماء مسلمين. حبيت. البيروني ابن حيان الخوارزمي. معلومة جميلة، محتاجين الناس ان يسمعونها، محتاجين الناس انهم يفتخرون اكثر بعلماء المسلمين. 8.7 تسلم لي يا اخوي. محمد انت ابدعت في معلومتك عن علماء ومخترعين مسلمين قديما. خلني اعطيك مخترعين عرب حديثا. روعة. جات في بال حد؟ هذه قوي. جات كلنا على بالنا ان مخترعيننا كعرب او مسلمين في الزمن اللي قاله محمد، ابو موسى وابن سينا والجماعه كلهم. يعني هتعطيني ان علماء بيتابعوا تحدي معلومات ممكن؟ احتمال كبير. صحيح انهم مش بعدد المخترعين العرب قديما، ولكن مستحيل ان تمر الحلقه بدون ما نجيب طريقهم ونقدر جهودهم. اولهم العالم المغربي. شو المغرب مبدعي؟ تيم المغربي عندنا مبدع، منتخب المغرب رابع العالم مبدع، والحين عندي معلومه عن مغربي اسمه رشيد اليزمي اللي لولا ما شفنا ستورياتك اليوميه في السناب والانستا كان قوي والله. قطيت على جمله ورحت، رحت والله رحت رحت. تخيل تخيل بدون هالمغربي، بدون هالمغربي الوحش ستوريات ما تنزل، ولا حتى يمكن تشيل ايفون في يدك اشوفه. خلنا نسمع، خلنا نسمع بس. انت بغي واحد ايش كان عنده؟ اختراعات الثوريه ابرزها شنو؟ بطاريات الليثيوم اللي قاعدين نشوفها في الاجهزه الكهربائيه القابله للشحن. حبه 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 نتذكر ونشوف ونفكر شنو هي الاجهزه تتعلق باختراع اخونا في الله. يعني انا كلامي صح يوم قلت لك بدونه ما عندك ايفون، او ممكن لحظه بس عشان نكون وايد واقعيين، ممكن يكون عندك ايفون بس هالكبر. اه ممكن صحيح. بس الايفون على بالك. سيارات تسلا الكهربائيه كلها فيها بطاريات ليثيوم. اوبا. لابتوبك اللي تستخدمه في البيت في بطاريات ليثيوم. ومن دونه ما في حلقات كره قدم. وات. الكاميرات اللي قاعده تصورنا واحده ثنتين ثلاث كلها تشتغل على بطاريات الليثيوم. على بالك اني خلصت بعد اختراع الليثيوم الكبير؟ رشيد شنو قال؟ انه قاعد يطور اختراع لشاحن. وين الجديد؟ مثل ما احنا شايفين ان في تطور مهول في الشواحن اللي عندنا اليوم، سرعه ولاسلكيه وحركات. اسمع رشيد المغربي شنو قال؟ قال انه راح يقدم شاحن يقدر يشحن بطاريه الليثيوم في 5 دقائق. يعني تليفوني بينشحن فل بخمس دقائق؟ تماما. وعلى فكره تعتبر اقل ب 17% كسرعه من الرقم القياسي السابق اللي كان مدته 6 دقائق، وانا قلت لك كم؟ 5 دقائق. صح؟ اي. من اللي كان مسوي 6 دقائق؟ مين؟ المغربي. لا إله. هو نفسه يحطم نفسه وينافس نفسه. كثير قوي عن جد، بيحطم ارقامه القياسيه. ايش فيه؟ كذي خلصنا من المغربي؟ خلينا نمشي على ام الدنيا شويه. الكيميائي المصري احمد زويل. معروف والمعروف لا يعرف، ارفع قبعتي احتراما واجلالا وتقديرا لهذا الرجل العظيم. فاز بجائزه نوبل في كيمياء الفيمتو. لا مو بالعصر. لا لا, لا مو بعشان احنا في رمضان، لا. الفيمتو هي أصغر وحدة زمنية. شنو قدم الفرعوني هذا للعالم؟ اخترع زويل مايكروسكوب يصور أشعة ليزر في زمن مقداره فيمتو ثانية، فيخلينا نشوف الجزيئات أثناء تفاعلها مع بعض. ومو بس شذي، نشر 350 بحث علمي. والحين يا محمد بتحبني. أنا بحبك أصلاً. إيش عنا؟ عنا في فلسطين. إيش في مين عنا الجبار في فلسطين؟ غير محمد عدنان بقى. الحمد لله. العالم منير حسن نايف حاصل على الدكتوراه في الفيزياء الذرية من أي جامعة؟ من جامعة ستانفورد الأمريكية. يعني المغربي سولفنا عنه ما شفنا حتى المصري ما سمعنا شيء، يعني قلنا فلسطيني ايش فيك تشنش. حصل منير على أكبر عدد من براءات الاختراع في صنع جزيئات النانو. شنو هالنانو؟ تعال خلي سولف لك. إذا سمعنا مثلا نانو متر فراح يجي في بالنا شنو؟ أشياء مجهرية وصغيرة. ناخذ مادة معينة ونعدل على جزيئاتها وذراتها، فيصير بالتالي احنا قاعدين نأثر على خصائص هذه المادة. يعني كيفنا؟ نخليها صلبة، نخليها لينة وغيرها. شفت هذا المجال اللي البعض ممكن يشوفه ممل اللي هو اللعب في جزيئات النانو؟ صار ذو أهمية بالغة في عالمنا الحالي، وصار يعتبر أساسي في أهم مجالات الحياة مثل المجالات الزراعية، المجالات الطبية، الحربية، الصناعية وغيرها. تخيل معايا ان الدكتور منير الفلسطيني الجبار القوي قدم 23 براءة اختراع في هذا المجال بس، ونشر اكثر من 130 مقال وبحث علمي، وفاز في سنة 2014 بجائزة بنجامين فرانكلين التي تعادل طبعا نوبل في العلوم. طبعا نوبل في العلوم هنا بس بعرف. نعم. ولي يسأل وين منير الحين؟ توفى الله يرحمه في سنة 2017. رحمة الله عليه. توفى نعم، ولكن هو يعتبر من العلماء الحاليين. بس اسمح لي بس كلمتين بخاطري. الفرق يا محمد بين الحين وبين الحقبة الذهبية مش بقلة العلماء أو قلة ذكائهم مثلا، لكن إحنا اهتمامنا بعلمائنا نقص وايد، مو بس لأن إحنا مو بعارفين إنجازاتهم ولا حتى أسماءهم نعرفها يا رجل. أعترف إني مقصر والله أعترف. والمشكلة إن لهم في العالم ثقل ووزن، يعني اللي برا قاعدين يقدرونهم. يعني مثلا المصري أحمد زويل تدري وين حطوا اسمه الأمريكان؟ الأمريكان
في قائمة الشرف وحل في المرتبة التاسعة بين أهم 29 عالم ليزر، واللي بتضم منه أعطيك اسمه خليك تنصدم، أينشتاين وألكسندر جراهام بيل. هتبع التليفون، مخترع التليفون هذا. طبعا بالضبط هو مخترع التليفون. والمشكلة وين؟ إن أحمد زويل تجبر وبدع في اختراعاته وقدروه حتى الأمريكان. توفى في 2016 في كثير من العرب ولا يعرفونه. ولا ننسى يا محمد اني انا الحين في المعلومه هذه بس ذكرت ثلاثه. صحيح. ثلاث نقط في محيط من العلماء العرب موجودين وموزعين في مختبراتهم ولا نعرف عنهم شيء، الا بعد وفاتهم يا دوب نسمع خبر وفاتهم. وشلون نسمع الخبر؟ لان اهتمينا بالاختراعات او بالعرب؟ لا لا لا. احنا ندور بس كذي في الانستغرام طلع لنا الخبر. والله يعلم ننشره ولا لا. الله يعلم ان على الاقل نعظم اختراعاته بعد ما مات. فيا محمد لازم اهتماماتنا تختلف شوي. احنا اليوم قاعدين نقدر ناس ما يستاهلون التقدير، والعلماء يتقدرون من الخارج، او انه مسكين قاعد في زاويه في مختبره ما حد درى عنه. تفي عبد الله الشحلي في معلومتك انك انت كميه من الجيل اللي بتابعنا الان حببته بالعلم والاختراعات، وراح تخليه يقترب من هذا المجال فعلا. والله يا محمد انا اسف اني اقول لك جمله شوي خطيره، اذا الحكومات والمؤسسات والقنوات خلينا نقول يعني حتى الاعلام يدخل في الموضوع، اذا ما عظم هالشيء الاطفال ما راح يعظمونه ولا البشر. اسمح لي يا محمد، ميسي، كريستيانو، اي اسم لشخص عظيم عندك ما اقول لك مخترع، ما صار عظيم الا بالاعلام، الا بالاستضافات، الا بالحكومات، الا بهالمو. صح ولا لا؟ صحيح صحيح طبعا طبعا صحيح، اتفق معك 100%. فاحنا لازم نشوف الاساس بالاول، قيم معلومتي. سلم علي. 8.9 رسميا. شكرا. طيب يا عبد الله، احكي لك الان عن مورغان الجبار الذي للاسف لم ينل التقدير اللازم بسبب لون بشرته. مورغان؟ نعم، ما بتكلم عن مورغان فريمان، انا اقول بتكلم عن جاريت مورغان اللي لونه كذلك اسمر. اللي للاسف كذلك عانى من التمييز العنصري السيء جدا البخيط في امريكا في اوائل القرن العشرين. هذا جاريت مورغان ذو البشره السوداء كان يواجه شتى انواع العنصريه. هل هذا منعه؟ لا والله، ما وقف عن تقديم اختراعات انقذت ملايين الارواح البشريه وما زالت تستخدم في شتى انحاء العالم حتى يومنا هذا. خليني بس اول شيء اشرح لك ليش وصفته بمورغان الجبار. ليش يا بعر؟ حسيته مصارع صح؟ سجل براءة اختراع لماكينه خياطه خاصه به، وافتتح متجره الخاص لاصلاح ماكينات الخياطه سنه 1907. حلو كثير لحد الان عادي. طيب اوكي جميل، خياط، مخترع ماكينه خياطه. بس كانت المشكله ماكينات الخياطه كانت تخرب القماش احيانا بسبب سرعه الابره. لجأ لعمل خلطات كيماويه مختلفه لتليين الثوب لمنع حدوث اضرار مجددا. لاحظ بعد ذلك انه هذه الخلطات الكيميائيه ساعدت على تنعيم الياف الصوف واستقامتها. شوف بعد ذلك تفكير وين وداه، اكتبر على شعر الكلاب وبعدين على شعره هو، ما قاد الى انشاء شركه جديده متخصصه في منتجات تنعيم الشعر والعنايه بالشعر. وين وين شيك؟ لحظه، خياطه، ثوب، كيمياء، شعر، دوغز. عبد الله، ما هي الا سنوات حتى بات جاريت مورغان اول رجل اسود البشره يمتلك سياره في مدينه كليفلاند الامريكيه. اغتنى فلوس. نعم، لانه ذكي مخترع ما قعد. يستاهل. زين لحظه بس، وين انقاذ الارواح؟ يعني ترى كل اللي تصنعه كريمات وشامبوهات. معلش انا يعني تبي تعظم احيانا. اصبر واسمع. حقا يا عبد الله اشترى سياره صح؟ صحيح. تامل يا عبد الله اشارات المرور في كليفلاند في 1910 تقريبا. في اشارات مرور يا عبد الله، بس كانت اشارات المرور عباره عن لونين، احمر اخضر. احمر اخضر يعني جو اند ستوب. ايه، وقف وامشي، وقف وامشي. ليكون هو اللي اخترع الاصفر. سلم علي. لا 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 لا، سلم انا لازم اقول ان اختراع سخيف. بس شلون؟ وش دخل؟ وشلون جا في باله؟ كم عدد الارواح اللي انقذها بسبب هذا اللون الاصفر يا عبد الله؟ يا عمي اللون مسحوب عليه عندنا. لا والله اصفر يعني يمديك، احنا عندنا احمر قف، اخضر امشي، اصفر يمديك. عبد الله، الاصفر هو اللي بخليك تحذر انه في توقف قادم. تخيل يا عبد الله الاخضر بتحول فجاه لاحمر. ايش صح كلامك، بس بعد ترى ممكن الاخضر يرمق عقب يجي. لا تحاول، الاصفر عندي يمديك. اسمع هذه. طيب، في 1911 نشب حريق في مصنع ملابس في المدينه اللي ساكن فيها مورغان. صديقنا مورغان حس بالمسؤوليه لانه انسان منتج، فقام واخترع قناع بيلبسوه العمال على الوجه نازله منه خراطيم على الارض. العامل لابس هذا القناع والدخان فوق بالجو، هو بياخذ هواء نظيف من الاسفل بيستنشقه. نعم، فلو شو ما صارت مصيبه فوق، هو في النهايه بياخذ هواء نظيف يستنشقه. بس اسمع القصه الحزينه وين. عشان يقدم اختراعه للناس ونظرا للعنصريه البغيضه في ذاك الزمن، جاب مورغان رجل ابيض ممثل على اساس انه هو مخترع الاختراع هذا عشان ينفع البشريه. ضحى بالاسم اللي يرجع له. والمصيبه وين كمان؟ انه هو اللبس القناع وما حد يعرف انه هو، عمل حاله انه هو المسكين العامل وهذاك الممثل الابيض هو اللي بيشرح الاختراع، ومسكين جاريت مورغان لابس القناع ما حدا شايف انه هو. هالقهر اكثر من قهر البنت ماري اللي باقوا اختراعاتها. مسكين، تخيل وين قاعد هو؟ جوا خيمه مليانه دخان وهو لابس القناع. ليش حاط ايديه هيك؟ القناع اوكي بالعكس. لا حلو، حبيت. يا
انه انا قالت مورغان اوكي جوا خيمه مليانه دخان واحد ابيض ممثل عم يؤدي الدور كانه هو مخترع هذا الاختراع الجبار. شوف يا عبد الله كيف لون بشره الانسان لعب دور كبير في تاخير الاختراع وتقديمه. والله انهم في جهل. الابيض على السريع سرعوا روح راح الاختراع انتشر راح. بحاول اتخيل عبد الله لو ما كان في عنصريه بعيد عن السلام اللي قطعا لو ما في عنصرية كنا عشنا في سلام بس حط على جنب الآن موضوع السلام ممكن وضعنا الآن يكون وكأنه إحنا 10 أو 20 سنة للأمام من الاختراعات. كم اختراع تم طمسه والتقليل منه بسبب لعنة العنصرية. صح. قيم يا عبد الله جاريت مورغان وما فعله في ذاك الزمن قبل 100 عام تقريبا. عور قلبي والله عور قلبي والله حزن والله. 8 شكرا يا أخوي استاهل اسمي استاهل والله جاريت مورغان. محمد أها اي شيء كبير تبي تسويه في حياتك اي انجاز تبي تنجزه في حياتك نعم لازم في نفس الوقت انك تضحي في امور. شيء كبير بتسويه معناته بياخذ من وقتك. نعم. شيء كبير بتسويه معناته بياخذ من فلوسك. نعم. وبياخذ من جهدك وطاقتك. نعم صحيح. واوقات ممكن توصل الى مراحل أسوأ. تعال اسمع معي امثله ادت مو بس الى كسر الى الموت. لا اله الا الله. راح اقدم لك الحين اختراعات قتلت مبتكريها. نبدأ من البدايات. لا حرفيا من البدايات. اليونان القديمة غريس الغريق الفلاسفة راح نشوف النحات بريلوس من غمس في اختراع الجديد وللأسف ما كان يدري ان هذا راح يكون اختراعه الأخير. شنو اسم اختراعه؟ أيوة الثور البرونزي. روع الاسم ربع شعر نعم كان الغرض من تصميم الثور البرونزي هو التعذيب والإعدام. كيف يعني؟ يعني اختراع مصمم للتعذيب والإعدام. اسمع كانوا يحطون الضحية داخله وكانوا يسخنون بطن الثور بالنار لحد ما ينصهر جسم الضحية. خيل أنهم تحس ان الشيطان نفسه إبليس نفسه لازم ياخذ دورة تعليمية من شو اسمه بريلوس فصت اسمه قل لي انه نهايته وخيمة وهي اساس معلومتي انك الذكي يعني قل لي انه وقع بالغلط جوا انا قال لك انهم بيموتون كلهم شيل حرك فيلم لا مش قصة هيك كيف وقع جوا الثور ايش دراك بدي يقوم بالغلط يا ريت بالغلط اسمع القصة تضحك شوي لما تم عرض الاختراع للحاكم الصقلي فلارس بعد ما عرض مشروعه قدام الحاكم قرر الحاكم كيفه لانه حاكم انه يحط المخترع داخل بطن الثور ويتم تجربته. ايش من هيك؟ يبي يعرف شلون يشتغل الثور، شلون الاختراع هذا شلون بيشتغل؟ جربوا على المخترع ليش؟ ليش؟ هو مستاهل صراحه. لا طجه، لا من اللي يستاهل؟ الاثنين. اسمع القصه اللي بعدها اسمع ماري كوري. استنى شوي. ياك الشاطر. انا سالتك هذا السؤال، قلت لكم من هي المراه الوحيده التي فازت بجائزتي نوبل؟ كنا قاعدين في يخت وسالنا هالسؤال، صح؟ احلى في يخت يا الله. ماري كوري البولنديه الاصل، صح؟ قلت لي ماري كوري ماتت بغلطة؟ لحظة لا تسعيل على القصة قبل أي شيء. ماري كوري هذه عندها إنجازين تاريخيين ذهبيين. الإنجاز الأول طبعاً إنها ظهرت معنا في حلقة اليوم. هذا بحد ذاته إنجاز. نعم. والثاني نفس ما قلت أنت إنها أول امرأة فازت بجائزتين نوبل. لا وفي مجالين مختلفين. أنا بعرف. الكيمياء والفيزياء. أحسنت بارك الله فيك ونفع الله بك هذه الأمة الله يخليك لأهلك يا رب. اللهم آمين. هي اللي اكتشفت إشعاعات الراديوم. كانت تحمل في جيبها أنابيب اختبار. تحتوي على عناصر مشعة جدا. ليش هالغلطة؟ انت عالم والله انا بعملهاش. قلناها في بداية المعلومة يا محمد، اي شيء كبير تبي تسويه تقبل انه ممكن يصير لك اشياء سيئة. في تشيرنوبل المسلسل شفنا الاشعاعات هذه شو تسوي في البشر من مسافات بعيدة اصلا. نعم 26/4/1986 فما بالك انها في جيبها طول اليوم. اصابها فقر الدم اللاتنزجي اللي انهى حياتها في سنة 1934. سنت مونديال ايطاليا 34. البنات توهم زادوا الحين بيخفون. إذا في نص معلومة تموتها يطاري كرة القدم. اسمع الكلام عور القلب شوي. قبل وفاتها ما توقع أي حد من العلماء ولا حد منهم كان يعرف أن هالإشعاعات مضرة لجسم الإنسان أصلاً، فما بالك تقتله. مسكينة فعلاً ضحت. أكيد من بعدها عرفوا بالضبط شو بتعمل هاي الإشعاعات. جاهز تسمع القصة الثالثة؟ يلا. شو معلومتي الأخيرة كلها حزن. ويليام بولوك مخترع آلة الطباعة الدوارة اللي قاعدين نشوفها تطبع الصحف. تدري الاختراع هذه سوى ثورة في عالم الطباعة لسرعته اللي ممكن تطبع 12,000 صحيفة في الساعة. في الساعة الرحيم. بالإضافة إلى تقطيع الورق بعدها. هون الغلطة شكلها. لا جد هذا يعتبر جيم تشينجر في عالم الجرائد. في ساعة واحدة 12,000 صحيفة. لكن في أحد الأيام حدث عطل في الآلة هذه. لا إله بالبدت هام عرف لا إله إلا الله. عرف فاينل ستيشن والله في موت في الموضوع. حاول بولوك انه يصلح العطل بنفسه، للاسف هو يصلح الاله ريوله دخلت في المكان الغلط. رجله يعني اصيبت باصابه بالغه ادت الى الغرغرينه. الغرغرينه تقطع رجلي معناها. ايوه سلام عليك. فكان يحتاج الى بتر لرجله ومات بعدها في سنه 1867. عبد الله
قصص الدارك بصراحه مخيفه عندي. جوك انت فاينل ديستنيشن والدم والموت. قوم مبدئيا تقييمك حيكون قوم يبا قوم مبدئيا تقييمك حيكون كثير عالي. اعطيني كمان في كمان حبيت ان الاخيره فيها موت كأنها بحضر فيلم كلام بحضر فيلم. توماس ميدلي اصيب بالعجز يوم صار عمره 51 سنه فحب انه يخترع شيء يساعده على النهوض من السرير والعودة للسرير وسهولة حركة السرير. بدأ يجي الاختراع ذي في بالك شوي. تخبر أسرة المستشفيات بعيد الشر عنكم اللي بزر. أيوة. روعة. والله روعة. طبعًا هو عاد في وقته اخترع مو ب. لا نفس الفكرة بس يعني أحبال وبكرات وكذي وشيء فهمت؟ يسحب حبل مثلا ايوه يطلع. مثلا حلو فهمت والله. في يوم من الايام جايه بيقوم من السرير لا تقول لي حبال بدي افكر غلطه قايمني بسرعه انا كمان مشنوق قايمني عقب موت والله لا تقل عن 9 والله من المتع الخالد في السرد اخذتني في فيلم ممتع مش ممتع حزين بارك الله فيك 9 اختم الحلقه اطلع اختم معي تعال وبهيك يا اخوان بكون وصلنا لنهاية حلقة عالم الاختراعات. نتمنى ان يتم تقدير الاختراعات اكثر واكثر ونتم نقدر الناس والعرب اللي قاعدين يشتغلون في مختبراتهم. هذه الحلقة اخذت من عصفنا الكثير لنقدمها لكم بهذا الشكل. ان شاء الله ان دائما معلوماتنا تنال على اعجابكم ودائما ابحثوا ورانا ولا تنسون الجائزة $1000. اكتب لي اي اختراع او اي معلومة في عالم الاختراعات عندي في بوست الخاص بالحلقة على الانستغرام. اللي ما يعمل لايك للحلقة يعمل يا اخوان شو بستنى؟ لا بعد كل هالتعب ما في لايك؟ تخيل شنو لايك ورب الكعبة ان عندهم همة طويلة لايك شير سبسكرايب بوسة والان بقينا مين فاز في حلقة اليوم رسميا الحمد لله بعدها التمثيل جائزة نوبل بديت يا عبدالله حلقة نوبل وليس أوسكار لا تنسون المشاركة في هاشتاج تحدي المعلومات على تويتر تكفون عشان نحط أحلى كومنتات في نهاية الحلقة زي ما حتشوفوا بعد شوي وهذه حلقة الاختراعات اللي كنتوا تنتظرونها من الموسم الأول جاتكم وانتظرونا في الحلقة القادمة رسميا نراكم على خير سلام عبد الله شباب وصل عبد الله شباب عبد الله فاكتشف العلماء انه العظام الاسفنجي لا والله محتاجين كواليس لا والله محتاجين كواليس ولذلك يا عبد الله قطع الجوجل جوجل قات مات جوجل قات مرة ثانية جوجل قات